بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ مكملين مع بعض بقية فيديوهات توتوريالز 101 ان سي شارب. هتكلم دلوقتي عن سؤال، هو جالي السؤال بخصوص سيكوال و فيجوال ستوديو، فانا هتكلم على الفيجوال ستوديو. انا سجلت خلاص فيديو لسيكوال وهو ازاي ممكن اتحكم في الانتليسنس وازاي كمان ممكن اعمل وورد راب جوه الايديتور بتاعي. هنفتح الفيجوال ستوديو مع بعض يا شباب، وهروح لقائمة تولز ومنها هختار اوبشن. في عندي الاول حاجه اسمها اديتور زي ما احنا شايفين كده، تكست اديتور، بفتحها وببدا اختار سي شارب مثلا. لو انت عايز تخلي النص بتاعك يحصل له التفاف هتختار من هنا وورد ايه، وورد راب، وممكن تحط علامه صح جنب شو فيجوال جلوفز بحيث ان انت كمان يبان لك علامات الالتفاف. تعال نشوف بسرعه كده ازاي ممكن اعمل الحكايه دي. تعال نقول له هنا كانسل وهعمل نيو بروجكت من نوع كونسول وهسميه وورد فاب فاب اوبشن. تمام. لو انا جيت انا في الديكومنت بتاعي وكتبت كونسول دوت رايت لاين ويلكم in C sharp with the code text rep by option for text editor in Microsoft Visual Studio ألفين واتناشر. ملاحظ كل اللي أنا عملته ده المفروض إن هو يطلع لي النص بتاعي، بس أنا كده بقى عندي النص كبير شوية. تمام، نقفل بس قوس. النص بقى كده ايه، كبير. انا عايز يعمل التفاف، فباجي اقول له تولز اوبشن وباجي هنا عند تكست اديتور، وبعدين اروح للسي شارب واحط علامه صح جنب كلمه وورد راب واقول له اوكي. نلاحظ كده ان النص بتاعك بقى على كام، على سطرين. طب انا عايز ابين ان السطر ده تبع السطر ده، فكان عندي امكانيه ان انا اروح لتولز بردك اوبشن، وهروح بردك لسي شارب، وجوه السي شارب بحط علامة صح جنب شو فيجوال جلوفز فور وورد وورلد او اسف وورد راب، اقول له اوكي. لاحظ العلامة ديت معناها ان انت حصل في السطر ده التفاف وبقيته تحت، مش عايز العلامة دي تظهر، ممكن تيجي وتشيل علامة شو هنا. مش عايز يحصل التفاف وكل سطر يبقى بالنسبة لك مفتوح، هتشيل علامة الوورد تراب وتبدا تقول له اوكي، هيرجع النص تاني زي ما كان. بالنسبه للانتليسنس انت تقدر تخلي الانتليسنس بتاعك انيبل وديسيبل من خلال تول اوبشن، وبعدين تخش على سي شارب. في عندي في السي شارب تحت كده عندي حاجه اسمها انتليسنس، بضغط على كلمه انتليسنس فبيجي لي شو كومبليشنز ليست افتر اي كاركتر تايب، وبكده انت ممكن تحط لي الاوتو انتليسنس بتاعك اللي انت عايزه يكمل ازاي. في بعض الحاجات هبقى اقولها ان شاء الله في الادفانس ازاي ممكن تشتغل معاها، بس دول السؤالين اللي جم. الانتليسنس ممكن اتحكم فيه منين، واحط كومنت والتايب بتاعي للكاركترات تبقى ازاي، وفكره كمان الوورد راب. بكده يبقى انا خلصت باجابه السؤال اللي جه. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك، ويا ريت تعمل سبسكرايب عشان تشوف بقيه الفيديوهات اللي جت واللي هنعملها ان شاء الله على القناه. خليك ايجابي، ما توقفش المعلومة عندك، شوف الخير، اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.